بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيب بعد أخوكم جمال وظفار يحييكم في مقطع جديد مقاطع تعلم مع جمال. طبعا مثل ما وعدتكم هذه الوحدة مستوبيشي، زين الوحدة هذه طبعا هذا موديلها، هذا الموديل تعمل بغاز 410 صنع تايلاند حسب هيئة المواصفات الإماراتية، أعطيت 3 نجوم 3 ستار، لأن التبريد أو سعة التبريد على التي 3 20200، واستهلاك الكهرباء 2500 أو الطاقة المستهلكة 2571 مقارنة مع التبريد. هذا رقم الموديل، هذا مستبشي. طبعا في بعضهم يحبون يشوفوا الريموت، هذا الريموت وحدة جديدة لم يتم تركيبها، هذا الريموت ريموت عادي في خصائص ان شاء الله ممكن في المستقبل راح اشرحها. ايضا مثل ما عملت قياسات الاوجنر راح اعمل قياسات اذن للمستبيشي. طبعا هذه 2 طن مثل ما ذكرت على اساس ما يكون في فرق بين الوحدتين. هذه طبعا الريش الموجه تهوية راح نقيسه، هذا الطول حدود 86، يعني في فرق 3 سنتي عن الأو جنرال. الأو جنرال 89، المستبيشي 86. زين الصيانة أسهل أو الغسيل أسهل راح يكون من الأو جنرال، فقط تحتاج الفك هذه الواجهة وبالتالي راح يطلع معاك وتقدر تغسل شو يسمونها القاعدة والشبك والوحدة هذه كامل دون مثلا الحاجة إلى فك المروحة. أيضا ممكن تفك المروحة من هذاك الجهة، هذه طبعا المروحة راح أعطيكم أيضا مواصفاتها. طبعا الشبك هذا جاي على الفي شيب، مو بالفي شيب سوري، على اليو شيب، اليو زين جاي على اليو، اليو اليو يعني مغوص بهالطريقة وليس الفي شيب. هذا طبعا التهوية، التهوية يا طويلين العمر خلنا نقيسها أيضا على أساس نعطي كل ذي حق حقه. زين التهوية هذا ماله تقريبا أيضا في حدود 15 سنتي، تقريبا في حدود 15، يعني نفس مساحة الأوجنال، لكن الفرق مثل ما قلت. زين هذه الحجرة، هذه الحجرة، هذه الحجرة يا طويلين العمر، زين 7 8. أوكي المحرك، هذا المحرك مالها. زين أصغر من المحرك اللو جنرال، المحرك هذا، هذا المحرك دي سي، أيضا دي سي وليس اي سي. زين المحرك هذا 45 واط، 45 واط، واللو جنرال 68 واط، هذه 45 واط دي سي. هذا المحرك اللي يبغى يعرف أو يكتب الرقم، هذا الرقم ماله. زين طبعا هذه الربلة تركب الجهة هذه، هذه الربلة مال المروحة، أحيانا تنقص عندك أو تخترب تسبب لك نفضة. زين أيضا راح نقيس الشبك، هذا الشبك مثل ما قلت يو تايب، 13 سنتي أو 12 سنتي، زين زايد حدود ايضا 13 او 12 سنتي، زين يعني حدود 24 اصغر شوي، والداخل، الداخل تقريبا حدود 10 سنتي، الداخل تقريبا 10 سنتي. زين طبعا العرض شوي اصغر من الاوجنر، اكيد راح يكون اصغر لان الشبك صغير. هذه هذا الغطاء
زين ما راح يثبت، خلنا نثبتها كذا بس. زين هذا القطع العرض 23. زين ايضا فتحات فيه كبيرة ما شاء الله، والواجهة هذه الواجهة حدود ايضا 30. زين هذه فتحة الهواء، هذه فتحة خروج الهواء حدود 10 سم. زين الشبك هذا او الفلاتر، هذا الفلاتر مثل ما قسنا الفلاتر هذا راح نقيس. زين هذا الفلتر عرض فلترين، جاي فلتر جاي ازرق، هذا عرض الفلتر حدود 43، عرض الفلتر حدود 43. زين في الطول حدود 34 تقريبا، ايه 34 اصغر بشوي. ايضا ما في شيء ثاني مهم، مثل ما قلت فك والغسيل راح يكون سهل. طبعا هذا صمام متمدد ايضا جاي 7، هذا صمام جاي مغطى غير واضح، وهذا راجع جاي 7 ايضا. هذا الكرت او لوحة التحكم والتشغيل، هذه شوي معقدة. زين احيانا الوحدة ما تشتغل عندك، بعض يسأل ليش. هذا الفيوز 15 امبير 250 فولت. زين مشكلة هذا الفيوز انه ملحم، يعني هذا الفيوز الغير جيد فيه انه ملحم، يعني لازم تعمل له سولدرينج، هذا ازالة تلحيم. مو مثل الاو جنرال جاي فيوز تقدر تركبه، لكن ما يجيك 15، يجيك 2 امبير لانه ما يحتاج. زين ما في شيء ثاني، ما في شيء اخر مهم. الشيء المهم ايضا راح اقول لكم عليه، طبعا ذكرت ان فيه تيست رن خاصية مثلا التشغيل الاضطراري او الفحص في حالة انك مثلا تبغي تحبس الغاز او تعمل صيانة للمنظومة دون ان تحدث عندك اي مشاكل من جراء مثلا فصل الضاغط، لانه يريح احيانا. المستبيشي هذا الجهاز التيست رن ماله هذا موجود، هذا اي او سويتش امرجنسي اوبريتنج سويتش تقريبا اسمه، هذا اي او، هذا تضغط عليه. زين هذا تضغط عليه راح تشتغل عندك الوحده على وضعية التبريد لمده تقريبا نص ساعه او اكثر. زين ومن بعدها ممكن هو راح يفصل بروحه، وممكن انت تحتاج انك تضغطه مره ثانيه وراح يبند. ممكن في ايضا اضاءات راح تظهر لك، وبالتالي حبيت فقط اخبركم انه التسترن في المستبيشي مو موجود في الريموت، ولكن موجود على الوحده نفسها. زين هذا التسترن، اي واحد يبغى يحبس الغاز او يفحص النظام يضغط على هالزر في المستبيشي، ما في اي شيء اضافي. هذه طبعا الصفحه او القاعده للتركيب، والامور طيبه ان شاء الله. عندي ايضا جري وميديا طن ونص وطن ونص، مو بطنين طن ونص، وراح اكشف عليهم ان شاء الله واقارن بينهم، لان جايين على نفس المستوى. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى نتعلم مع الجماعه. ايضا نسيت اذكر لكم ان هذه فتحه تصريف، وتوجد ايضا فتحه في الجهه الاخرى تقدر تشيل هذا الغطاء وتركبه هنا. نشوفكم على خير.